اتيكيت مع نادين داهر. اليوم رح نحكي عن اكيد اجواء الكورونا والظروف اللي عم نعيش فيها يلي كثير صعبه. هل ابلاغ الاخرين بالكورونا ضروري وشو الاتيكيت؟ بونجور، صباح الخير. صباح النور. يعني طبعا هلا في واقع جديد بيطرق علينا، ونحن كخبراء اتيكيت دائما بنفكر بالحلول، لانه نسال اسئله، هل بخبر؟ ما بقول للجيران؟ بقول للجيران؟ كيف منخبر الجيران؟ الحجر كيف بده يكون؟ كل هيدي التفاصيل كيف بعلن؟ في ناس عم تستعمل وسائل التواصل الاجتماعي لتقول انه هي مع كورونا، فهيدي اسئله بتطرح تطرق على علينا نحن كخبراء اتيكيت. لهالسبب بصير قبل ما نطلع التوصيات بنفكر، بنرتكز على سوابق قريبة منك، كون الكورونا هو مرض مستجد جديد، يعني هذه الحالة جديدة، فإذا دايما نستشير بعض. لهالسبب أنا كتير 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 بيسرني أني استضيف خبيرة الاتيكيت والبروتوكول الدولي بلسم الخليل، يلي دايما أنا وياها على تواصل، بيصير في تبادل للأفكار وتبادل للتوصيات وشو بيصير معنا. دايما نحن لازم أنه نسأل بعض، لأنه نكون على اتصال فيها بعد شوي. نحن صحيح هلأ اليوم من دبي. صحيح من دبي، مزبوط. فإذا اليوم وقت اللي حدا يصاب بالكورونا وما حدا فينا، ما حدا بالكرة الأرضية فوق راسه خيمة، فوق راسه على لبنان خيمة. يعني. كل حدا فينا معرض، كل عائلة قد ما كانوا عم يعملوا معرضين، إن شاء الله ما بيصير ولكن معرضين. قد ما كانوا عم ياخذوا احتياطاتهم بالزبط. يعني الاحتياطات أكيد رح تخفف النسبة بشكل كتير كتير كبير وضرورية، بس ممكن مع هيدا وكله يعني أكيد أكيد ممكن. وبعدين كلنا معرضين، ولد لا سمح الله، يعني ما في داعي نحن نقول هيك، ولكن معرضين. ونحن موجودين بهذا المجتمع وموجودين على يعني ببيت، طبعا البيت كلياتنا رح نضطر نروح نعمل البي سي ار، وكلنا رح نعرف انه في شخص فينا اصيب بالكورونا. ولكن في كمان عندنا المحيط الاوسع شوي اللي هن الاشخاص الموجودين معنا بنفس البنايه. هل نحن بنخبر كل البنايه؟ هل نحن بنقول للجيران كلهم فردا فردا ممكن نخلق لا حالة هلع؟ ممكن الأشخاص يصير عندهم تنمر، لأنه عم نشوف أنه في ناس كتير كان عندها حلم بهذا الموضوع، يعني كانوا كتير مساعدين للأشخاص يلي محجورين. نحن بنعرف أنه التوصية الطبية بتقول قبل يصير في عندك عوارض، قبل العوارض الكبيرة تبع الكورونا ما فيك تروح على المستشفى، بدك تنحجر بالمنزل لمدة 14 يوم. فإذا هيدي هي التوصيات الطبية، إذا أنت مجبور أنك تنحجر بالمنزل تبعك، والحجر هو حجر حقيقي، يعني أنت وقت تصاب بالكورونا مش بس بيصير عندك واجب طبي، واجب أخلاقي، واجب صحي، بيصير في واجب اجتماعي، ما بقى عندك خيار. يعني عن جد الأشخاص يلي عارفين عندهم كورونا وعم بيظهروا ببلاد عملوا عقوبات كبيرة عليهم، إلى وصلت إلى السجن. فإذا نحن اليوم مجبورين، مجبورين أنه ننحجر، والحجر بده يصير بشكل فاعل، يعني ممنوع منعا باتا أن نحن نظهر إلا بعد 14 يوم لنعمل البي سي آر مرة تانية. بعد ما نعمل البي سي ار، قبل ما تطلع النتيجه كمان ممنوع انه نحن يعني نقول نظهر قبل ما تيجي النتيجه وتيجي سلبيه. هلا في اشخاص بيقولوا لا، ما انا ما صار معي عوارض، معناتها انا ما بعدي. بلا تعدو، مجرد ما انت معك انت خاصه انه نحن يعني عن جد مش كثير واضح لنا موضوع الكورونا لحد هلا، يعني رح يوصل اللقاح وبعدنا ما عرفنا فعلا كيف طريقة العدوى، فمجبورين نكون اخذين كل الاحتياطات اللازمة. ايه، ما حدا عنده القدرة يقول لك 100% هيك، يعني نحن بارتاتون ما يعني عم نجرب اللي بنعرفه عم نقدر نعمله. هلا في شغلة كمان كثير مهمة، انه نحن كيف بدنا نفكر؟ هل نحن بنقول للاشخاص، بنعلم سكان البنايه كلهم، الجيران دغري اللي على زيت الطابق تبعنا، هل بنقول لاصحاب يعني للجنه البنايه بس للناطور؟ شو بنعمل؟ يعني في كثير اسئله عم تجي بهذا الاطار. في اوقات كمان حسب العلاقه، يعني ما هو هون الفكره انه هلا ما بقى اصدقاء وبزوروا بعضهم او لا، او
لانه هون ما بقى في، يعني حتى لو كنا ما بنعرف حدا بالبنايه، هل انا يجب علي اعلامهم او لا؟ يعني هون الفكره ما بقى في انه في منا حاله اجتماعيه كانه منزور انه نبعث لهم كيك، لا في شيء خاصه انه بالبنايه يعني في كثير اشياء مشتركه بالضبط. هيدا الفكره انه في اماكن، في الاماكن المشتركه يلي هيدا المصاب هو اصيب فيها، هو صار عنده هذه الحاله. فاذا اليوم شو بنعمل؟ بنقول نحن اليوم بنجرب، وانا هيدا كمان يمكن هالاتصال مع بلسم بعد ما صار جاهز، ولكن نحن انا سالتها وهي قالت لي شغله كثير حلوه حبيتها، قالت لي بقانون الطيران اذا انت معك شيء، اي عندك اي حاله صحيه بتخبري رئيس المضيفات، نعم. يعني اللي هو مسؤول وهو بيعرف يتصرف في حال صار في اي حاله، طبعا مش كورونا لانه كورونا اصلا ما فيك تطلع على الطياره اذا معك كورونا، فاذا مش لازم، ولكن في حالة مشابهة أنه هل منخبر كل العالم؟ فنحن رح نقول التوصية بتقول أنه أنت فيك تقول لرئيس اللجنة إذا عندكم جروب على الواتساب كلياتكم موجودين وأنتوا بتعرفوا بعضكم وفي علاقة طيبة، فيكم تقولوا مثلا أصيب ابني أو بنتي أو هيدا وهو محجور حجر كامل، ونحن رح نبعث شركة أو رح نقوم بتطهير كل الأماكن المشتركة أو على الأقل يلي هو استعملها. هلا ما في داعي للهلع للكل، يعني الا اذا كان حدا شافه وخالطه وقعد هو اياه او بوسه او انه كان صار في احتكاك مباشر او طلع معه بالاسانسور، يعني بهذه الفتره اللي هي 3-4 ايام. هلا نحن مبدئيا حتى يعني بدون ما يكون في كورونا في طريقه تعامل مع الاماكن المشتركه خاصه مع الاسانسور، يعني كمان ما بنطلع بالاسانسور بلا ماسك، حتى لو ما كان معنا حدا بالاسانسور ما بنطلع اكثر من شخصين، ما بنتواجه، منجرب ما ندقر شيء بالاسانسور لما نعدي وما ننعدي كمان. هيدا يعني بالضبط لازم يكونوا محترمين اصلا. صحيح، وهيدا بالضبط ليش نحن كلنا عم نقول الوقايه خير من قنطار علاج، مزبوط؟ انت وقتها بتكوني عامله وقايه لانه ما بنعرف، الشخص المصاب ما بيعرف، اول ما ينصاب منه عارف، عنده فتره حضانه للمرض ما بيعرف فيها انه هو مصاب الى حين تطلع العوارض، ولكن بيقدر يكون عم بيعدي بكل هالفتره، فاذا هو ما بيعرف، ما حدا عم بيعدي الناس بخطرهم او انه هو عارف، لانه وقتها بيعرف صار عليه مسؤوليه، وطالما انت ما بتعرف ما عليك مسؤوليه، ولكن قبل ما يعرف الوقايه هي اسلم، الوقايه هي احسن، الوقايه هي انك انت ما تدقر اي شيء، حتى وقت اللي بدك ترش على تدقر الازرار هيدا يضل في تطهير، ضل معك سبيرتو، فيك ترش على الازرار، الكمامه دائما موجوده، ما يفوتوا اكثر من شخص، لانه نحن التوصيات بتقول انه ممنوع تدخل على الاسانسور الا من العائله الواحده، ليه؟ لحتى ما يصير كمان في اذا انتوا اشخاص من العائله الواحده ما عندك مشكله لانه عايشين مع بعض حتى بالسياره، ولكن انت بالاشخاص بالاسانسور بالاماكن المشتركه بالبنايه فيجب ان يكون في وقايه الى حين الدخول الى المنزل، لانه هنيك خلص فيك ساعتها انت تشيلي يعني تخففي اذا بدك، ولكن اذا بدك تستقبلي كمان دليفري او اي شيء ما بولا لحظه هو شرير الفيروس، يعني عم بجرب يفوت بأي طريقه، صح؟ يعني نحن قد ما عم نعمل هيدي قد ما فيك تعملي. هلا يمكن اوقات الناس بخافوا يصرحوا عن الموضوع لانه بخافوا الاشخاص يكونوا عم يزعجون او حتى يكونوا هن عم بخافوا اكثر من اللزوم، بالوقت اللي لما بينحجر الشخص ما في لزوم بقى لحدا يخاف من شيء. بالضبط، يعني انت اليوم هيدا منزلك بالنهايه، ما عندك منزل اخر تروح عليه ومجبوره تنحجر لانك ما فيك تروح على المستشفى اصلا الا اذا صار عندك عوارض، ولكن الاشخاص هلا في حالات كثير حلوه صراحه، وهيدا السؤال او هالحلقه اجت من وراء اسئله المشاهدين لنا انه انا شو بعمل؟ ابني مثلا، في ست قالت لي انا بدبي وابني ببيروت صار معه كورونا هو والهلبر يعني المساعده عنده بالبيت، شو بدي اعمل؟ شو اعمل
قلت للبنيه كلهم انه انا ابني هيك وبعثنا شركين طهرت كل الاماكن. قالت لي ما فيني خبرك على الكم الهائل من الحب والحنين يلي شافوا هيدا الصبي بهذا الوقت يلي اهله مش موجودين، صاروا يبعثوا له اكل، يوقفوا بعاد عن البيت يحطوا له اياهم ويرجعوا يجوا ياخذوهم، مع انه هو كان عم يعني عم بيطبخ عم بيعمل دليفري وكل شيء، بس الناس في عندها هذا الشعور. نحن شعوب كثير عاطفيه، يعني شعور بنحب المساعده، نحن كائنات كثير اجتماعيه. هلا يمكن في كثير بلدان ما كثير تاثرت انه ما بيسلموا ما بيبوسوا ما بيعبطوا، نحن تاثرنا جدا فعلا انه بعد يعني بعد بعدين هلا جاي الاعياد، نحن على الاعياد يعني عندنا كثير حراره باللقاءات والتعامل، وهيدا الشيء يمكن في غير بلدان ما حست حالها انه هي معنيه بهيدا الموضوع، كون اصلا ما بيصير في هذا يعني الحميميه بالتعاطي. لا نحن شعوب بتحب هذا الشيء، ولكن كثير مهم انه نحن نتعاطى برحمه، الرحمه وقتها بتفوت الرحمه على القلوب. يعني انه اليوم اذا كان حدا عنده كورونا ولا ما عنده عوارض كثير حلو انه نفرجيه انه اولا منه ما صار ما بعرف انا يعني ما مش موبوء مش يعني موبوء ولا مجرم ولا لا يعني هيدا اذا كانت كل الوقايه عم تتاخد بشكل كثير مسؤول. صح يعني نحن مثلا صار عنا بالبنايه حاله وبكل بساطه يعني انبعت على جروب البنايه، نحن على كله جروبات واتساب بهالحاله، انبعت على جروب البنايه انه في حاله كورونا عنا بالبيت، نحن رح نكون محجورين بالبيت، رح نتاكد انه كل الاماكن العامه يلي بنستعملها سوا هي رح تكون مطهره وما بقى رح نستعملها. خلصت من هون ورايح صاروا الناس راكدين او كل الجيران راكدين يعني بس يسالوا كيف بنساعدكم وكيف صرتوا واذا صرتوا منيح. ولما خلصت الازمه ونعمل بي سي ار مره ثانيه كمان اعلمنا انه البي سي ار طلع نيجاتيف وخلصت الازمه، فالحمد لله على السلامه. من بعد ما يخلص يعني بالضبط، من بعد ما تخلص ويطلع بي سي ار نيجاتيف كمان مش معناتها انه نحن بنحطه يعني شخص بيصير اذا شفناه ماشي باول الباركينج نهرب منه، لانه خلص هو صار شخص يعني وقت يطلع البي سي ار تبعه نيجاتيف في هالمسؤوليه الاجتماعيه كاتيا على الانسان. وقت الواحد بيكون موجود بهذا المجتمع هو الانتباه، ما هو الشخص اللي حامل هذا الفيروس بيصير حاسس حاله اولا وكانه هو انبلي موقوته، ثانيا بيصير عنده ضغط نفسي اكبر انه هو ما بده ينقل هذه العدوى لاي شخص، لانه هو بخاف، لانه هيدي مسؤوليه انت اليوم ما فيك تتحمليها لا على عاتقك ولا على ضميرك اذا كان لا سمح الله حدا اخذها منك. فلهالسبب نحن وقت اللي عم بيقولوا لو سمحتوا لو سمحتوا لو سمحتوا اخذ هذا الموضوع كثير على محمل الجد، وعدم اعتبار انه هذا الحجر يلي هو نحن اليوم عم نكون فيه الحجر التام يلي عم نجرب ننقذ مجتمعنا. يعني اليوم وقت اللي بدك تروحي على المستشفى يكون في اعداد هائله ما بقى في حدا يقدر يفوت على المستشفى، كل العالم هلا بتتفرج ايه ماشي الحال، بس وقت اللي بتصيروا انتم لا سمح الله على باب المستشفى وما في سرير لحتينا تدخلوا بتصيروا تقولوا يا ريت، وقت اللي ما بقى بتفيد كلمه يا ريت. فلهالسبب اليوم الوقايه ثم الوقايه ثم الوقايه والشعور بالاخرين، لانه الاتيكيت هو احترام وصدق والشعور بالآخر. فإذا بدي أقول أنا كشخص عم بطبق هذه المبادئ كصدق، أنا لازم أعلم الأشخاص ولكن بدون حالة الهلع، بدون ما يكون في حالة هلع من قبل الآخرين، لأنه إذا صار في حالة هلع من قبل الأشخاص، يعني أنا بدي أعطيكي مثل، افترضي في بيت بهالبناية قالوا نحن عنا كورونا وصار في حملة تنمر عليهم، بكوني اكيد البيت الثاني يلي رح يصير فيه حاله كورونا ما حدا رح يسترجي يقول ولا حدا رح يسترجي، ويمكن تنعده من البيت الثاني يلي هو ما قدر يلي ما استرجى قال لحتينا ما يصير في حاله تنمر عليه، كونوا اكيدين رح يصير في هون العدوى اكثر بكثير من الاشخاص اللي قالوا نحن محجورين وعنا حاله كورونا. فاذا دائما نفكر دائما نفكر شو الاصح وشو الاحسن وشو الاجدى لعائلتنا الأكبر اللي هي، لأنه الجار قبل الدار، ونحن بنعرف أنه نحن عايشين بمجتمعات كتير مكتظة، يعني في كتير في بنيات فيها بالأربعين شقة أو يمكن إذا كانوا لاكي بيكونوا سبعة ثمان شقة، ولكن في
مجمعات كبيره. هلا بدبي كمان كانت عم تحكيني بلسم، بتاسف انه اليوم ما صار في مجال انه نحكي مع هو بعض، هو اللي عم نجرب الاتصال بس اللي هي الصوت عندها مش كثير مش الحال. بدي اقول انه كمان بلسم قالت لي انه بدبي بيصير في اعلام للكومباوند لرئاسه المسؤوله تبع المجمع يلي هن عايشين فيه، وهن بياخذوا التدابير كلياتها من التطهير والتنظيف بدون ما يقولوا عن الشقه يلي هي موجود فيها، طالما انه متقيدين، مجبورين بالتقيد بكل الوقايه المطلوبه. فلهالسبب هيدي بيصير في انه هون بيصير في عندنا الوعي الاجتماعي. وبالعكس لما الشخص بيكون عم يعلن عن هالشيء يعني مستعد ومؤكد انه رح يلتزم بكل الحجر الصحي يلي مطلوب، وكل شيء طالب من الناس انه بس تقول له سلامتك. أيه. يمكن كلمه، يمكن حدا يطمن عليه، كلنا يعني حلو كثير انه واحد يطمن يشوف اذا كان بدهم بحاجه لشيء. إيه عبر التليفون ما في مشكل، ولا بعبر الانترفون ما تعطلوا هم. ايه ما بيصير في نقل للعدوى ابدا، عبر المساج انه بس يكون في تواصل، يقولوا للناس سلامتكم وانتم ان شاء الله يا رب كل الناس تضل بمنقى عن هذا الوباء. ولكن نحن هلا ان شاء الله قريبا بكون عندنا لقاح، مع انه ما بعرف قديش قريبا هلا بلشت المنافسه بين الشركات على اللقاح ان شاء الله. كمان واحد بيقول 90% نجاح، واحد بيقول 94% نجاح، صاروا عم يتنافسوا كمان على هلا اذا كل طالما يكون حقيقي ويوصل. لا طالما في منافسه بيصير في امر صحي، بيصير ولا بيصير في عدد اكبر لانه شركه واحده محدوده بهذا العدد. عن جد بناخذ اتصال من دبي على التليفون مش عبر السوشيال ميديا، مش راضي. فاذا يعني هيدا الموضوع كثير واضح. هلا الموضوع انه اذا شخص فرد من البيت كان عنده يعني تيستد بوزيتيف كان وعنده كوفيد 19، كيف رح يتعاملوا اهل البيت؟ يعني لانه ما بكفي انه الشخص هو يكون محجور، يعني العائله كمان بدها تكون محجوره، لان ما بنقدر نعرف دغري اذا كانوا هن اكيد لقطوا ولا لا. صح. يعني اذا صار في حاله بقلب العائله وكانوا عايشين مع بعضهم، اول شيء الكل بدهم يعملوا تيست ويضلوا اربع ايام، والاربع ايام اللاحقه يضلوا، لانه ممكن كثير يكون لقط. هلا نرجع على اساس انه كمان هالشخص بعدين يعني رح يكون لحاله. ايه هلا بس هو عم نقول نحن ليش عم نقول هيك؟ لحتى نعطي يعني هالفيروس الوقت الكافي ليظهر، لانه كثير امرار ناس عم بيكونوا فولس بوزيتيف او فولس نيجاتيف، صراحه ما حدا عم بيعرف كثير. ولكن اتصالنا صار جاهز. ايه اذا بتحبي تاخذينا دين. اكيد. صباح الخير. صباح النور، ما تاخذونا على التكنولوجي بس عم نحاول، بس معلش على التليفون احسن من ولا شيء. لا وهيك نحن رح نخسر طلتك الحلوه. بلسم كنا حكينا على يعني بمواضيع كثيره، ولكن انا بحب اعرف رايك، لانه كثير الاشخاص ما بتعرف انه خبر الاتيكيت كمان بيواجهوا حالات جديده، يعني كلياتنا بمكان ما هلا اجينا شغله جديده ونحن عم نجرب قد ما فينا نطبق الاشياء اللي بنعرفها، والاشياء عم نجمع مثل اذا بدك حالات سابقه صارت مشابهه لها. فانت كخبيره اتيكيت شو برايك؟ هل يجب الاعلان عن الاصابه بالكورونا وكيف يتم الاعلان؟ وبدي اخذ رايك كمان بالاعلان عن الاصابه بالكورونا عبر السوشيال ميديا. اوكي، اول شيء بدنا نقول للمشاهدين شفنا الملاحظات اللي اجت لما اعلنا عن الحلقه. الموضوع اللي عم نحكي فيه وباء الكورونا موضوع جدي، منه موضوع للتنمر ابدا. ولما نحكي عن اتيكيت نحن بزمن كل الاتيكيت تغير لحتى يواكب السلامه العامه للعالم كله، يعني ياخذوه جديا مش ياخذوه من منطق انه نحن عم نعلمهم شيء زايد عليهم، لا شيء متوجب عليهم حتى يحموا حالهم ويحموا الاخرين. اليوم عم نحكي عن 55 مليون حاله بالعالم، عم نحكي على 1,300,000 حالات وفاه. صحيح. عندك اكتف كيسز كتار بعضهم موجودين، لبنان بالتحديد ترتيبه رقم 55، يعني الوضع كثير جدي. بقى بتمنى على الجميع انه يسمعنا وينتبه على اللي يقوله. الوباء هيدا لما نقول وباء يعني يتفشى بطريقه سريعه،
يتفشى بطرق بعدنا لهلا ما عم نعرفها. يعني صحيح. الناس حتى لو ما عندهم سيمتومز وهلا عم نشوفهم قبل ما يجي موسم الشتاء بقوه، عم نشوف ناس عندهم اعراض يعني كثير خفيفه حتى ما بحسوا فيها. يلي بدنا نوجه ملاحظه للكل انه بنتمنى عليكم، بما انه هلا الاعراض مشابهه للرشح يعني اقل من يلي كانت قبل بشكل كثير قوي، نتمنى على الجميع اول ما يحسوا على الاقل يتوقوا ياخذوا الوقايه اللازمه، وبعدين اذا حسوا انه الاعراض زادت وخصوصا الحراره. يعني عم نشوف نحن هلا البروتوكول الجديد بكل المؤسسات انه انت بتدخلي على المؤسسه عم بيشوفوا الحراره. حراره، صحيح صحيح. الحراره هي انديكيشن انه في تغير بالجسم، انه في عندك فيروس ما اذا كانت عم ترتفع ومنه يوجوال، منه بشكل عادي. سو اي حدا، والاتيكيت اليوم بنشدد على المسافات الجسديه اكثر منه التباعد الاجتماعي. لما نحن عم نقول اجتماعي مش معناتها انه نحن ما بنتصل، ما بنسال، ما بنطمن، نحن عم نحكي تباعد عن الجسدي. التباعد الجسدي. صحيح. اكزاكتلي، لانه اليوم اللي كنا نشجع عليه بالاتيكيت انه نحن نسلم بطريقه بحراره الى اخره، هيدا عم نعمله لحمايه الاخرين وحمايه نفسنا وعائلتنا والبيئه اللي نحن فيها. صحيح. خلينا نقول نحن انت اليوم بالشغل بلش عندك عوارض، مجرد ما عندك عوارض لازم تتوقف، والوقايه كثير مهمه قبل اي شيء. بدنا نقول كيف بدنا نحن نعمل ديكلاريشن او اناونسمنت انه انا عندي اصابه. هلا بلسم عفوا، نعم. بس خصوصا انه اليوم اول ما يصير في عندك اي عارض، اي مؤسسه بتقلك اذا سمحتي مدفوعه الاجازه قعدي بالبيت. يعني قبل كان ممكن يقلك ماشي الحال حراره 38 انه كنا نجي على الشغل لحتى ما ينحسب علينا نهار اذا بدك فرصه او نهار اجازه. اليوم باي عارض حتى لو عوارض رشح عم بتقلك المؤسسه معلش خليكي بالبيت على راحتك 100%. بالضبط. تفضلي. نحن لما انت عندك عارض ما فورا بتبلغي، لمين بتبلغي اول شيء؟ المسؤول عنك. صحيح. انت منك مضطره تخبري الزملاء وناخذ ونعطي بالموضوع، هيدا موضوع جدي، بتبلغي المرؤوس انه انا ماني مرتاحه او حاسه علي حراره، حشوف حالي من اليوم لبكره كيف بكون، وعلى اساسه بنقرر اذا العوارض زادت معناتها لازم نركض نعمل بي سي ار، واذا العوارض راحت ممكن نجي على الشغل لكن مع الوقايه التامه الكامله واكثر الماسك. صحيح. التباعد الجسدي بشكل كبير، هيدا اذا ما عندنا حراره. لكن اللي نحن اصعب شيء عم نواجهه انه في عالم عم تستهتر، للاسف في عنا حالات كثير عم بتاخذ المرض بشكل انه مش جدي. مسحه، صحيح. انه والله زلعيم اليوم نازلين وعندي وجع راس كثير اللي هن من العوارض تبع الكورونا، او عندي سعله ناشفه، او انا مثلا حلق منشف كلها اللي هي، او بطلت شم او ايه حس الشم والذوق. صحيح. اكزاكتلي. كل هالعوارض المستجده انت ما كان عندك اياهم لا سمح الله، ما عندك سكري مثلا ليكون عندك جفاف او عطش الى اخره، كيف انت بتجي بتتصرف بشكل طبيعي؟ سو بنفضل انه قبل الاعلان الوقايه، عندك حراره بليز بتبقى بالبيت، وبعدين لما يزيد اوتوماتيكلي لازم ينعمل بي سي ار. هون لمين بنخبر؟ بنخبر المسؤول اذا كانت إيجابية لا سمح الله، حتى إذا كان في احتكاك بمكتب صغير مع فئة من العالم فورا ليتصرفوا، والتصرف شو بيكون هون؟ يعني إنه جميع الموظفين بدها تعمل بي سي آر. طيب بلسم بآخر دقيقة بس بدي منك شو تعليقك على الإعلان عن الإصابة بالكورونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل بتلاقيها جيدة أو يعني لأنه هيدا ممكن يتواصل خصوصا إذا كانوا أشخاص تلاقوا بكتير ناس بفترة قصيرة، هل تعتبري أنه يعني الإعلان عنا جيد أو مش مستحب؟
نحن بزمن السوشيال ميديا، سو خلينا نقول حتى نحمي الآخرين حنسمح بالإعلان بأشياء خاصة من هالشكل. ليه؟ لحتى نخبر الناس اللي احتكينا فيهم إذا مش قادرين نوصل مسج لكل واحد فردا فردا إنه بليز أنتوا افحصوا حالكم، لأنه في احتمال لو 1% إنه أنتوا تكونوا مصابين. سو حنسمح لهم حتى لو الشغلة كتير خاصة، حتى يلي ما بيعرف يعرف، وخصوصا منقول الاعلان على السوشيال ميديا بيكون اكثر للشخصيات الببليك فيجر، لانه ممكن يكونوا احتكوا بكثير ناس ما بيعرفوهم شخصيا، مش مثل الاصحاب يلي نحن بنبعث لهم مسج. انا كمان بدي اتشكرك، وان شاء الله يضل هيدا الفيروس بعيد عنا وعن كل الناس. آمين. بالوقايه. شكرا كثير لك. شكرا بلسم. اهلا اهلا. شكرا نادين، يعني اخذنا الموضوع تقريبا من كل جوانبه، كمان حكينا حتى عن العمل مع بلسم، وطبعا بنتمنى السلامه للجميع. بس منش عم نقول ما في حدا فوق راسه خيمه، اكيد والكل معرضين، فنحطها كمان على نفسنا قبل ما نحطها على غيرنا ونحكم. وتضل الكلمه الحلوه هي سيده الموقف. أكيد. ما بتكلف حدا شيء. طبعا اهلا وسهلا فيك. وقف هلا بنرجع بنتابع لايف.